مش مفهوم وده أمر محبط بس مش هيدوم. امسك وتبت في اللي نفسك فيه وثبت قلبك وتعلم إنك لما تقع لازم تقوم. طول ما انت مش تمثال عافر يمين وشمال ده احنا في زمان صعب وملوش غير عند واستقتال. شوف قيمة الموجود واصرخ قول انا موجود ده الحلم قادر يشحنك ويوقفك مسنود. تتهزم ممنوع علشان مفيش للي ابتدي ترجوع. طول ما اتكتب لك تحلم احلم وانت اولى بحلمك واللي بيحلم لا يضعف ولا يعرف خضوع. جماعة ملي قلتوا لي انا قاعده نوكل فيه بالغلط وتنجم تضر وانا قاعده نعس دونك تو نرفي هير عشان مانيش عارفه هذيك العادي يتنفس ولا هو هكيك معناها ايش نعمل انا تو اشك روح ارجع هيك فنشوف كرش كيفاش نعمل كيفاش نعرف انا توبي مام شبي ولدي Thank you.